طبيعي ان احنا يعني يحصل لنا كابوس، اكلنا اكله تقيله، شفنا فيلم رعب. على فكره يعني غلط نفسيا ان انت تنام على مشاهد قتل، لان دي بتاثر عليك وممكن تحلم بيها. حاجات كتير بتضايق، لكن ايه اللي يخلي طفل يحلم بكابوس يا دكتور؟ ده السبب يعني ده السؤال الاهم، ايه اللي يخلي طفلي انا يصحى يقول لي بابا انا حلمت بكابوس؟ حاجات كتير الحقيقه. هو احنا للاسف بنبص على الاطفال على ان هم في براءه بقى وما فيش اي ضغوط عليهم وحياتهم جميله، لا مسؤول عن بيت ولا عن اسره ولا عن اشغال ولا عن اي حاجه خالص. انت حياتك حلوه قوي. لا، هو حياته مش حلوه ولا حاجه، هو عنده ضغوطه اللي تخصه، عنده اللعبه اللي عايز يجيبها وانتم مش عايزين تجيبوها، عنده وقت البلاي ستيشن اللي انتم حارمينه منه او مقللينه، عنده الدراسه اللي هو المفروض يعملها، الواجب اللي هيتقدم، عنده مشاكل بابا وماما اللي في البيت واللي موتراه جدا واللي بيتخانقوا مع بعض معظم الوقت، ومش شايفين ان احنا ده بيأثر على نفسية ولادنا. ولكن الأطفال بتضغط جدا بالظروف اللي حواليها، فلو الأب حتى مضغوط وما بيتكلمش والأم مضغوطة وما بتتكلمش، مشاعرهم السلبية بتوصل للطفل من غير ما يحتاجوا ان هم يعبروا. هتتغير عادات في حياتهم، طريقته يعني ان يبقى وشه مكشر، طريقه الكلام بتاعته متغيره، كل النون فيربال او التواصل اللا لفظي ده الاطفال بيلاحظوه كويس قوي، بيلقطوه حتى وهم صغيرين وما بيتكلموش لسه. فدي نقطه مهمه نخلي بالنا منها. الكوابيس ده نوع من انواع الاحلام، وبيحصل نتيجه حاجات ممكن يبقى فيه ضغوط زي ما قلنا للطفل ده، فابتدى ينام يحلم بكابوس، متخانق مع اصحابه وعنده مشاكل فهينام يحلم بكابوس، شايف افلام رعب او بيلعب لعبه عنيفه وشاف مناظر مزعجه جدا فممكن ينام يحلم بكابوس. والكرتونز كلها بقت رعب يا دكتور. بالظبط، فيها كمان مناظر كتير مرعبه واشكال مشوهه بتتحط في الكرتون، فممكن ان ده يخليه يحلم بكابوس.